مشاهدينا اهلا بيكم، يوم جديد وحلقه جديده من برنامج طعم البيوت. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، يمكن من الظواهر اللي تجلت في المجتمع المصري مؤخرا ظاهرت ارتفاع نسب الطلاق. طبعا تعددت الاسباب، في ناس كتير او محللين او اخصائيين كانوا بيقولوا انه بسبب الاختيارات الخاطئه، في ناس كمان كانت بتقول انه بسبب عدم التعود على تحمل المسؤوليه. كل طرف اصبح بيهرب من مسؤوليه بيت، مسؤولياته الكامله سواء كانت الام او حتى الاب، من التزاماته الماديه او الحمل الثقيل طبعا مع ارتفاع الاعباء المعيشيه. اسباب كثيره يمكن نكون ناقشناها في العديد من الحلقات في برنامج طعم البيوت وبرامج عده، ولكن تبقى الظاهره محتاجه حل. كلنا طبعا نقدر نقول ان احنا دقينا نواقيس كثيره لحل هذه الازمه، لان يعتبر ارتفاع معدلات الطلاق هو نوع من أنواع الخطر اللي بيمثل الأمن، خطر على الأمن القومي المصري. العديد من المبادرات ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات كمان حكومية زي المجلس القومي للمرأة، كلهم كانوا بيتكتفوا بيعملوا العديد من المبادرات للتوعية، لطرق الأبواب علشان ينهضوا هذه الظاهرة. فكرة أن احنا نحافظ على الأسرة المصرية وأن احنا نقلل من معدلات الطلاق، في العديد من المبادرات طبعا ناقشناها واستضفنا الكثير من اللي بيحاولوا يقدموا خدمه للمجتمع المدني وللاسره المصريه. النهارده كمان في مبادره مهمه جدا انطلقت في منتصف 2017 وهي معا لانقاذ الاسره المصريه. طبعا حاولوا ان هم يقدموا خدمات كثيره، عملوا مجهودات كثيره عشان يكشفوا فين المشكلات وازاي نقدر نحلها. طبعا النهارده هنقعد نتعرف معاهم على الخطوات اللي قدروا ان هم يمشوها، وكمان الحلول وايه هي النتائج اللي طلعوا بيها من بعد هذه المبادره اللي انطلقت في منتصف 2017. هيكون معنا النهاردة الأستاذ وليد عبد المقصود، رئيس مبادرة معا لإنقاذ الأسرة المصرية، وهيكون معنا كمان الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل مجدي مصطفى وهي المستشار الإعلامي للمبادرة. هنتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا وهيكون معنا حلقة مميزة جدا. خليكم معنا بعد أغنية حلاوة شمسنا. مش بس حلاوة شمسنا، كل حتة في بلدي جميلة وليها الروح والطابع بتاعها، كمان احنا نكون محظوظين دلوقتي نشوف مع حضراتكم مشاهد من الحياة في أسوان من خلال معرض فني تشكيلي بعنوان النيل، أنشودة مكان للفنان أحمد عبد الجبدان. نروح نشوف التقرير ونستمتع سويا مع حضراتكم ونرجع نكمل معاكم طعم البيوت. النيل أنشودة مكان هو اسم المعرض. طبعا هو يعني اهتمامي كله بالنيل، خصوصا أنا من أصل جنوبي من أسوان، فالمعرض كله بيتكلم على النيل وجماله وحواديته وحوالينه. طبعا النيل ممتد من أثيوبيا لحد إسكندرية، فالنيل ليه حواديت كتيرة جدا وإحنا بنعتز جدا بالنيل. المعرض فيه اعمال يعني جدا جدا رائعه، وبتتكلم عن اسوان والاقصر وجنوب مصر تحديدا. بشكر الفنان على ان هو ادانا فرصه ان احنا نيجي ونحضر المعرض الرائع ده. النيل هي مصر، والنيل هبة المصريين، فعشان كده كان محور كل أعمالي أو أغلبية أعمالي الموجودة في المعرض هو كله على الحواديت والحكايات اللي عن النيل. المشكلة إن إحنا بنهدر المية ومفيش ترشيد للمية، فأنا يعني الفنون الناعمة دائما بتبقى هي المحور أساس كل شيء. يعني الفنون التشكيلية هي بتدينا الطاقة
وفي نفس الوقت يعني الناحية البصرية أو الفن البصري هو يعني بيعتبر لغة عالمية. حضراتكم مرة تانية أكيد من خلال طعم البيوت دايما بنعمل دعوة لأنه مهم جدا وجبة الفطار. بنحضر معاكم فطار، طبعا هو الفطار بتاعي أنا. لازم أول وجبة يا جماعة ما تكونش بعد نص ساعة، لازم في خلال نص ساعة من أول ما نصحى علشان الجهاز الهضمي يشتغل بشكل سليم، وكمان نعلي الميتابوليزم أو الحرق في جسمنا بشكل صحي. النهاردة نعمل معاكم سندوتش تونة بالمايونيز وبالزيتون الاسود او الاخضر، اتنين مفيدين، وهنحط معاهم فلفل الوان. طيب كده طبعا مع فينو او حتى توست بني، طبعا توست بني هيكون افيد شويه بس الفينو كمان طعمه حلو قوي. طيب خلونا نبتدي في البدايه نحط التونه بتاعتنا. تمام، احنا هنخلطها يعني. يفضل ان احنا نشيل منها الزيت بتاعها بس لان احنا هنحط اوريدي مايونيز. يلا اوكي. المهم هنقطع شوية زيتون، تمام، علشان الملوحة بتاعت احنا مش هنحط ملح بس هنحط زيتون. الزيتون طبعا مفيد جدا، طبعا مليان زيوت طبيعية ده لصحة البشرة والشعر، وكمان ألياف رائعة جدا عشان خاطر كمان المعدة. فاحنا المفروض نقطعها أصغر من كده بس تمام، يعني أنا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة كبيرة. في كل الأحوال أنا اللي هاكل السندوتش في الآخر يعني. ايه تاني؟ هنقطع شوية فلفل الوان. طيب بالنسبه بقى للفلفل الالوان قد ايه مهم، لانه مليان الياف طبيعيه. اوكي، ومش بس الياف طبيعيه، ده مليان فيتامين اي وفيتامين سي. فيتامين اي طبعا هو من اهم الفيتامينات للبشره، بيمنح البشره النضاره. اوكي، احنا طبعا مش هنحط كتير، هنحط حاجه بسيطه. اوكي اوكي طبعا هحط فلفل احمر وفلفل اصفر. اوكي كفايه كده عشان الساندوتش طبعا نحس بطعم التونه ما يبقاش فيه كل اضافات يعني. ممكن نحط فلفل اصفر شويه، ولو في فلفل اخضر كمان. على فكره الفلفل كله من اكتر الخضروات اللي فيها الياف، وده طبعا مفيد جدا للمعده وللناس اللي بيكون عندهم مشاكل او ازمات في العسر الهضمي يعني. تمام، هنحط بقى اكيد طبعا ليمون، ما ينفعش اصلا سمك من غير ليمون. ثانيه واحده، المفروض نقطعه اصغر سنه صغنطوطه بس هو كل الاحوال هيتاكل يعني. تمام، خلونا دلوقتي نروح لتليفون أستاذة عبير صالح مدرب حياتي. يسعد صباحك يا أستاذة عبير. أهلاً، صباح الخير. يسعد صباحك. بصي بقى احنا بنفطر مع بعض النهاردة سندوتش تونة بالفلفل الألوان مع شوية زيتون ومايونيز، وأكيد طبعاً عليه رشة ليمون وشوية ملح وفلفل أسمر. قوليني قد إيه مهم إن احنا وجبة الفطار تكون منتظمين عليها ونحط فيها ألوان، إزاي ده بيفتح النفس وبيساعدنا إن أنا ما نهملهاش؟ أوكي ماشي. اهم حاجه في وجبه الفطار ان هي يعني اول حاجه كده لما بتبقي صاحيه من النوم وعربيتك ما فيهاش بنزين بتبقي عايزه بنزين عشان تمشي فيه. فدي اهم حاجه طبعا وجبه الفطار. طيب هنهتم بجوده البنزين دوت، احنا هنحط بقى 92 ولا 95؟ هنحط حاجه تسعدنا ونحط حاجه ان هي تخلينا نحس بالبهجه، نحس ان احنا عندنا نشاط علشان نكمل حياتنا. فلما نستخدم مثلا لون زي اللون الاحمر، اللون الاحمر ده هيحسسنا ان عندنا قوه وثبات ونشاط. الاصفر مثلا هيدينا بهجه وسعاده. زي ما الناس فاكره ان الاصفر ده لون الغيره، بالعكس ده لو مش متزن بس هيبقى للغيره، لكن لو الاصفر مظبوط في الاكل ومظبوط في حياتنا عموما هيدينا بهجه ونشاط وسعاده، هيحسسنا كده ان احنا مقبلين على الحياه. فاي احداث هنقابلها ببهجه وفرحه، فهتبقى يعني كويسه. يعني حتى لو احنا بنفطر الصبح بفطار فيه الوان كتير، دي حاجه تفتح النفس على الدنيا حتى. طبعا ده بجانب الفوائد الغذائيه.
بجانب الفوائد الغذائيه يعني الاخضر مثلا موجود في يعني اكتر حاجه موجوده في اكلنا هتلاقي الاخضر، الخضروات كتيره قوي لان هو فاتح للشهيه وفي نفس الوقت بينظف الجسم بينظف الكبد وبيعالج الاكتئاب. فتلاقي الناس اللي عندهم اكتئاب بينصحوهم ياكلوا خضروات كتير، حاجات فيها اخضر كتير. اللون الاورنج مثلا موجود عندنا برضو في الفلفل الالوان، بيدينا نشاط وبيدينا صحه حلوه قوي. رائع يعني، ميرسي بجد، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبير صالح مدرب حياء على النصيحه الحلوه دي. ان شاء الله كل اللي بيسمعونا يكونوا متابعين لهذه النصائح. طبعا انا هفرش الساندوتش مايونيز وهحط خصايه وحشيه على طول، بس خلينا دلوقتي نروح نشوف ابتكارات في المطبخ ونرجع نشوف الشكل النهائي. بصبح لحضراتكم مره تانية مكملين معاكم في طعم البيوت، وخلاص ده الشكل النهائي لساندوتش تونه، احلى فطار في طعم البيوت. بجد دعوه لازم نفطر بشكل يومي في اول بكتير ساعه من بعد ما نصحى، لان ده مهم لسلامه وصحه جسمنا والجهاز الهضمي في الجسم. ده الشكل النهائي لساندوتش التونه، طبعا حطينا فيه فلفل الوان مع تونه وشويه زيتون واكيد الخس، وفرشنا الساندوتش مايونيز. خلونا نروح نحضر الشاي لضيوفي اللي هينوروني كمان شويه. هنتكلم طبعا في موضوع مهم جدا، هي مبادره معا لانقاذ الاسره المصريه. قد ايه مهم ان احنا نلحق هذه الظاهره بعد ان تفشت في المجتمع المصري وارتفعت معدلات الطلاق. هنحاول نشوف يعني منذ انطلاق المبادره في 2017 او منتصف 2017 ايه الجديد بتاعهم من مبادرات، من هل ادوا دورات تدريبيه، ايه الاستنتاجات اللي هم وصلوا لها بعد كل هذه السنوات، ده اللي احنا هنستعرضه في فقرتنا. لكن دلوقتي خلونا نروح نشوف تقرير مميز جدا عن المبادره الوطنيه للتصدي لمظاهر التطرف والإرهاب، ونكمل معكم في طعم البيوت. المؤتمر هو مواجهة الفكر المتطرف، وده يعني قضية مهمة جدا، لأن لو كان هناك مواجهة أمنية للإرهاب على مستوى مصر، وده يعني نعظم من دور الشرطة والجيش أن في مواجهة كبيرة أوي في السنوات السابقة للإرهاب، ولكن هنا يجب أن يكون هناك مساندة أخرى وهي المواجهة الفكرية أو القضاء على التطرف الموجود في عقول بعض المتطرفين عن طريق الثقافة، عن طريق الإعلام، عن طريق إعادة إحياء التاريخ المصري في أبناء طلابنا في الجامعات وفي المدارس، إعادة إحياء مفهوم الهوية الثقافية والهوية الدينية والهوية المصرية، إعادة إحياء مرة أخرى في عقول أبنائنا الأخلاق والقيم والمعايير اللي هي بتكون الهوية المصرية. المؤتمر النهاردة بيتناول أحد الموضوعات الرئيسية اللي بتمس الأمن القومي المصري، وهو موضوع الإرهاب. والحزب من خلال هذا المؤتمر ومن خلال إقامة هذه الندوة بيساهم بشكل ما في حملة التوعية حول هذا الموضوع، لأن الموضوع ده أبعاده متعددة، ما تقتصرش على الدولة، ولكن أيضا الجمهور والمواطن العادي له دور كبير في مواجهة الإرهاب. زي ما قلت بيمثل تهديد رئيسي، لازم كلنا نعي جوانب هذا التهديد وتأثيراته السلبية على أمننا القومي، وكيف نواجهه ونحد من تأثيراته السلبية. مصر الدولة الوحيدة اللي تقول عليها أمة نسيج واحد، وما فيهاش لا عرقيات ولا عقائدية ولا دولة، أمة بترسخ كده على أربع رجول أساسية: جيش وشعب ومؤسسات وقضاء ومؤسسات راسخة، والجيش المصري هو مرآة للشعب المصري، نسيج واحد.
في إرهاب صناعة الخارج وبيجي بيفكر ينفذه على أرض مصر، يعطل العجلة الاقتصادية والتنمية اللي بيقوم بها سيادة الرئيس في بالنسبة للمشروعات الكبرى اللي هي مثلا في 5 سنوات ما اتعملتش من 40 سنة مثلا مضت، ده احنا بنحاول نقلصه. لو قلصناه داخل مصر بالنسبة للشباب هو انك نفتح مشاريع اقتصادية استثمارية كبيرة ويكون في تكاتف ما بين القيادة والشعب، لان بناء الاوطان اهم شيء فيه هو بناء الشباب. بصبح على حضراتكم مرة تانية، مكملين معاكم في طعم البيوت وضيوفي نوروني. هنتكلم عن مبادرة معا لإنقاذ الأسرة المصرية. خلينا نرحب بيهم في البداية الأستاذ وليد عبد المقصود، رئيس مبادرة معا لإنقاذ الأسرة المصرية. صباح الفل عليك. صباح النور. كمان الكاتبة الصحفية والمستشارة الإعلامية للمبادرة أمل مجدي مصطفى، منورونا. ميرسي، ده نورك جدا، سعيده قوي بوجودي معاكي وبوجودي في طعم البيوت وبوجودي في ماسبيرو عموما. تنورينا. اكيد هو البيت الاصلي للاعلام المصري. أكيد. طيب خلينا نبتدي مع استاذ وليد. يعني المبادره انطلقت في 2017 او منتصف 2017 تحديدا، كان ايه الدافع انها تنطلق؟ هو في البدايه الملف او العمل الاجتماعي ومحاولة التصدي لمشاكل الأسر المصرية بدأت العمل فيه من 2015 في أول 2015، وكان في حملة أنا كنت أحد مؤسسينا، لكن أنا انفصلت وعملت المبادرة لعدة أسباب خاصة. الأزمة الحقيقية اللي بتعيشها الأسر المصرية غير مسبوقة في تاريخ مصر من حيث عدد الانفصال وتشرد الملايين من الأطفال ما بين أسر مفككة، وأصبحت البعض منهم أصبح أطفال شوارع. بعض الإحصائيات بتقول إن 80% من أطفال الشوارع، اللي أنا ما بحبش لفظ طفل شارع، بحب أقول أطفال بلا مأوى، بترجع لأسر مفككة، أسر حصل فيها طلاق وكذا. وبناء عليه قررنا إن احنا نعمل مبادرة الهدف منها واحد، وضع مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية. تقدمت بيه للبرلمان المصري. احنا نخش على طول كده في أحوال الشخصية القوانين. طب يعني بما إنك فتحت الموضوع، هو المفروض إن احنا كنا بعد ما هنستعرض المبادرة هنتكلم عن القانون، بس تمام. الشيء بالشيء يذكر. يعني بالفعل آخر كام سنة كان في تعديلات لقوانين الأسرة. تمام. طبعا في محاولة لحماية كل الأطراف، سواء الزوج أو الزوجة أو حتى حقوق الطفل. تمام. هل أنت شايف إنه التعديلات في قوانين الأحوال الشخصية محتاجة تعديلات كمان؟ طبعا بكل تأكيد. لما النهاردة زوجة أو أم تظل أمام محاكم الأسرة لمدة سنة وسنتين علشان تحصل على حكم للنفقة، ده شيء مؤسف. طول أمد التقاضي في قضايا الأسرة شيء مؤسف، لأن طيب بيحصل. خليني بس عشان خاطر برضو ما نكونش ظالمين شوية للقضاء المصري النزيه، ولكن هنرجع ونقول بسبب التكدس، هو إن كان على كل قضية هو مش عايز يخليها تنتظر، ولكن تمام. الرول كبير والقضايا كتير. طبعا يا فندم. فبياخد وقت. آخر إحصائيات كانت موجودة معانا كانت بتقول إن مصر فيها 14 مليون قضية أسرة متداولة، فده رقم ضخم بالنسبة لعدد القضاة. طبعا. لكن احنا كمشرع ممكن المشرع المصري يعمل سلسلة من الإجراءات اللي تيسر ده. زي إيه مثلا؟ زي مثلا على سبيل المثال إن الاستئناف في قضايا الأسرة 40 يوم. ليه أنا ما خليش استئناف قضايا الأسرة مماثلة للاستئناف في قضاء المستعجل؟ لأن القضاء المستعجل بيهدف إلى الحفاظ على حالة مستعجلة والحفاظ على حقوق في 15 يوم. يعني أعمل استئناف قضية النفقة وقضية الأسرة في 15 يوم. ليه أعمله بعد 40 يوم؟ دي واحدة. اتنين، ليه ما حطش جدول زمني وسقف زمني لقضية النفقة، بحيث ان ده كاتبه انا مسودة على فكرة مقدمة للبرلمان ولجنة المرأة واستضافونا في مجلس الشعب، وليه ما يكونش النهاردة في جدول زمني لقضية النفقة باستئنافها لا تتجاوز الثلاث شهور؟ ايه المانع؟ بالعكس، ده انا كمان في بعض القضايا اللي ممكن ان احنا نشيلها من قضاء قدام القضاء، بحيث ان احنا نخف العاتق على القضاء المصري. زي ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال في زوج وزوجه بيتفقوا بطريقه محترمه ان هما يعملوا عقد اتفاق على مجموعه من النقاط زي النفقه واجر المسكن وكذا. اذا الازواج، حضرتك بتقترح الازواج اللي عندهم يعني ما فيش مشكله انهم يتفاهموا، نحيل من قضاء لمكاتب استشارية مثلا أو مكاتب تظبط العقود بشكل ما. برافو على حضرتك. النهاردة احنا انشأنا
مكاتب التسويه اللي هي مكاتب الاسره. تمام، بتطلع مسوده او بتطلع صيغه تنفيذيه بصلح. هذه الصيغه التنفيذيه الان ليست معتبره، ليه انا ما اديهاش قوه الاحكام المقضي بها؟ ليه ما اديهاش قوه الاحكام وحجيتها؟ بمعنى ايه؟ اتنين راحوا المكتب ومضوا على اتفاقيه ووثقوها في مكتب الاسره، خلاص لو واحد فيهم لم اخل بالتزامه انا اخد صيغه تنفيذيه انفذ على طول. لكن احنا الحاصل الان ان احنا ناخد ده ونرفع بيه دعوه قدام القضاء. طب ما انا بثقل على عاتق القضاء وبثقل على عاتق المتقاضين. تمام؟ هو فعليا يا استاذ وليد الملف ده ساخن جدا طبعا، وفي نقاط كثيره جدا محل خلاف، ما حدش يقدر ينكر ده، وانا عارفه ان احنا ممكن نفرد له حلقات وحلقات وحلقات في كل نقطه فيه. تمام، ولكن انا بشكرك طبعا ان احنا مرينا على اكتر من نقطه وقدمنا كذا اقتراح وده رائع جدا. تمام، طيب خليني اروح لاستاذه امل. يعني استاذه امل، الاسره المصريه يعني هرجع واقول ما بين طبعا ناقشنا كتير وزي ما بنقوله قتلناها بحثا، ليه نسب الطلاق زايده في مصر بقالها سنين؟ في اللي قالوا انه الاختيار غلط، وفي اللي قالوا انه مش عايزين يشيلوا مسؤوليه. ايه سبب ارتفاع نسب الطلاق؟ بصي، هو احنا لو جينا نعدد اسباب الطلاق هنلاقي انها اسباب كتيره جدا. الفتره الاخيره طبعا نسب في مصر وصلت لكل دقيقه ونص في حاله طلاق، فدي حاجه خطيره قوي. كمان احنا لازم نعرف الاسباب بقى. الاسباب يا اما بتكون نفسيه، يعني انت مش متقبله الطرف الاخر بعد بقى ما اتجوزتيه، كان في وجه مثلا مبين لك الحاجات الحلوه اللي فيه، وبعد كده لما جيتي اتجوزتيه فلقيتي حد تاني، فبقى في عدم تقبل نفسي بتحصل. في كمان مشاكل اقتصاديه، لان مثلا بيكون الطرف تخلى عن مسؤوليته الاقتصاديه ناحيه اسرته، الزوج مثلا فما صرفش على البيت فهي بتلجا للطلاق. في كمان عايزين نتكلم على المشاكل الاجتماعيه، ان مثلا هتلاقي الاهل ساعات بيتدخلوا في المشاكل، بيزودوها زي ما احنا بنقولوا كده، فكره ان حد بيتدخل في اي مشكله بين الزوجين بيزودها، يعني ما بيحلوش بالقدر الكبير الكافي، فبنتلاقي بعض الناس بتلجا للطلاق. كمان في السوشيال ميديا انها اخذت الناس، ولازم نتكلم عن موضوع السوشيال ميديا. الموضوع ده مهم جدا لانه ادى ان ناس عايشه في عالم افتراضي، فلما بتيجي للعالم الواقعي بتلاقي ان جوزها مش زي الناس اللي هي بتشوفهم على الفيسبوك كاتبين حاجات حلوه. لا بجد ده حقيقي، دخلت خربت البيوت. يعني الفكره في ان انت، انا دلوقتي شايفه مثلا ناس بتحب بعض ممكن يكونوا هم اصلا بيصدروا جانب ايجابي فقط، انت مش شايفه خلفياتهم، فانا عايزه اعيش زي دول. هي الفكره في كده، انا عايزه اعيش زيهم فمش لاقيه اللي زيهم، فبنبقى يعني طول الوقت في حاله عدم رضا عن الحياه الزوجيه الحاليه، في لان انا شايفه طول الوقت حاله المقارنه، ان كل الناس بتحط انت عايزه تبقي احسن حد، صورها وهي سعيده، تحط صورها وهي مسافره، تحط صورها وهي ناجحه وهي بتحتفل. بصي انا يعني انا او غيري بيصدر الصوره الايجابيه قليل جدا، ان انت تقولي انا عندي مشكله، فانت الناس شايفه الجانب الجيد من علاقتك الزوجيه او من علاقتك في حياتك او نجاحك يعني او الميديا او كده، لكن ما بيشوفوش الجانب الثاني، فطبيعي ان هم عايزين يبقوا زيك، عايزين يشوفوا حياتهم سعيده ومفاكرين ان انت ما عندكيش مشكله. فدي ده جانب مهم جدا. كمان في حاجه ثانيه، ان المراه المصريه اصبحت اكثر تمكينا، سواء بقى تمكين اقتصادي تمكين اجتماعي، فاحنا شايفين ان المراه وصلت لمناصب ما وصلتلهاش قبل كده، بقى في عندنا وزيرات قاضيات، بقيت المراه بتعتمد اكثر على نفسها. بس ده ملوش علاقه، معلش اسمحي لي، ثانيه هقول لك حاجه، اسمحي لي بس اقول هنا مداخله لازم ان انا اقف عندها. فكره انه المراه يبقى عندها تمكين اقتصادي ده ما بيدعوش، مش هيدعو للطلاق، بس هيدعوكي الاختيار الصح. مظبوط فكره الاختيار الصح، ولكن خلينا نقول ان فكره ان مصر فيها قاضيات، مصر فيها نماذج ناجحه كتير من المراه العامله الناجحه، وفي نفس الوقت محافظه على اسرتها، فده ما بيتعارضش. لا مش هيتعارض مع زواج، بس ده ما بيتعارضش مع، اسمحي لي ثانيه واحده، يعني ده ما بيتعارضش مع ان انت تكوني ناجحه ويكون عندك اسره ناجحه. قتلوها بحثا في ان احنا طبعا المراه العامله نزلت سوق العمل من عشرات السنين وقدرت انها تحافظ على بيتها، فعايزين نبعد الشبهه بس عن فكره التمكين. انا مش بقول ان التمكين الاقتصادي هو طلع. انا بتكلم على ان المراه بقى عندها يعني قدره اكتر على الاختيار الصح، ولما بتلاقي ان الشريك يعني مش مناسب ليها بتبتدي بقى تقول ايه، طب انا ليه اعيش حياه؟ الاول كان اهالينا بيرضوا بفكرة إيه؟ خلاص بقى عشان الولاد، خلاص بقى مش عارف عشان مش هنلاقي نشتغل، حاجات زي كده. دلوقتي إحنا بقينا أكتر وعي، فبقينا نختار لو حتى يعني اخترنا غلط زي ما إحنا بنقول، فبيبقى فيه زي تصحيح، بيبقى فيه تصحيح، يعني المرأة تيجي تقف كده تقولك لا، يعني أنا إيه اللي يجبرني أن أنا أكمل مع حد هيعذبني أو
يعني او يعنفني او يضر اولادي نفسيا، يعني ده بيأثر على الاولاد. يعني المشاكل الزوجيه بتأثر على الاولاد اكتر من الطلاق. من وجهه نظري ان لما بيكون الزوج سيء او بيعنف زوجته او بيهنها او بيضايقها بيأثر على اولاده اكتر ما ينفصلوا، وكل واحد بيعيش حياه مستقره ناجحه. تمام، يعني دي وجهه نظر، ولكن برضو عايزين نشيل الشبهه عن الرجال. احنا مش هينفع نقول انه اسباب الطلاق بس هي ان الراجل بيعنف زوجته، هي ان الراجل مش كويس مع زوجته. اوقات بيكون في عدم تفاهم. ما انا قلت لك يعني ان في مشاكل نفسيه. مظبوط، اوقات ممكن يكون الراجل فعليا جيد جدا والمراه جيده جدا، ولكن ممكن مشاكل نفسيه. انت مش متقبله الشخص اللي انا قلت لك في البدايه ان مشكله اساسيه، ان الناس في ناس بتقول لك طب ده ما فيهوش مشكله، ليه طلبت الطلاق؟ طب ما هو طلبت الطلاق عشان هي مش مرتاحه. ما انا ممكن اكون شايفاه حد كويس ولما جيت قعدت معاه في البيت حاسه مش قادره اتقبله. ما هو ده جانب نفسي يعني مهم. أستاذ وليد، يعني العديد من القوانين ومحاولات كثيرة للمجتمع المدني، ويمكن من أحد هذه المحاولات هي مبادرة حضرتك. بدأتوا في منتصف 2017، إيه هي الإجراءات اللي أنتوا خدتوها أو العمل في أرض الواقع اللي عملتوه عشان توصلوا بيه لنتائج؟ تعالي الأول بس في عجالة أربط ما بين الجانب النفسي وما قدمته المبادرة لهذا الجانب النفسي. واحد، احنا في المشروع بتاعنا قدمنا اقتراح ان يتم تحديث مادة في التعليم، في التربية والتعليم، من ابتداء من التعليم الأساسي الإعدادية، هي مادة اسمها تربية أسرية. تعلمنا يعني ايه أسرة، ازاي نختار شريك الحياة، فن إدارة الأزمة ما بين الاثنين، الحقوق والواجبات للزوج والزوجة. طب في حالة الانفصال ايه اللي ممكن نعمله بما لا يؤثر على اطفالنا، ازاي نربي اطفالنا في ضوء التكنولوجيا الحديثه ووسائل التواصل الاجتماعي اللي هي قنبله موقوته في ايد الاطفال وفي ايد الشباب المراهق دلوقتي، وفي فجوه كبيره ما بين الاباء وما بين ابنائهم في هذا المجال. اقترحنا ايضا ان يكون في دوره الزاميه لتاهيل راغب الزواج، ان اي زوج وزوجه خطيبين يعني هيتجوزوا يروحوا مركز حكومي للصحه النفسيه ويقعدوا مع اخصائي نفسي. الاخصائي ده يشوف مدى توافقهم، مدى الانسجام الشخصي ما بينهم، مدى خلوهم من الامراض النفسيه، وده من مظاهر تحضر الامم ومرت بيه ماليزيا في سنه 93 بالمناسبه، كانت اعلى معدل طلاق في العالم. وزعيم الماليزي مهاتير محمد قال مش هتصطلح الاسره في ماليزيا الا لما مش هتصطلح او مش هعمل نهضه الا لما تصطلح الاسره، فعمل مراكز اصلاح الاسره واجبر اي اثنين مقبلين على زواج ان هم ياخدوا رخصه زواج. بس ده كان شيء رائع. بس انا عايزه اتكلم بس مع حضرتك في نقطه، ان ده بيحصل في مصر فعلا. المجلس القومي للمراه عامل مبادره اسمها معا لنبقى، ديت وتاهيل المقبلين على الزواج، بياخدوا كورس وفعلا موجود في كل المحافظات 27 محافظه بيقدموا الخدمه دي للمقبلين على الزواج. العدد مش كبير لان مفيش يعني توعية كفاية في مصر وعايزين نغير الثقافات، بس ده بيحصل بس أولاً مش إجبار. أولاً الدورة بدأتها الكنيسة المصرية العظيم. اثنين، وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن هي اقترحت مشروع مبادرة مودة وعملت له مشروع تجريبي في ثلاث محافظات الأكثر طلاقاً في مصر، وهي القاهرة والأسكندرية وبورسعيد. المقترح بتاعنا لا، إحنا عايزينها إلزامية، أي اثنين هيتجوزوا يقعدوا مع أخصائي نفسي ضمن مظاهر تحضر الأم، اللي هو يعني نقدر نقول أسوة بماليزيا بفكرة رخصة الزواج، يجب أن تمنح لإتمام العقد. إحنا لو قلنا رخصة الزواج هنا في مصر مش هنشبع على وسائل التواصل، فبنقول نأهل الزوجين، يعني نأهل الراغب الزواج. اللي المشروع اللي عاملاه الحكومة المصرية دلوقتي أو وزارة التضامن الاجتماعي بيتكلم على فكرة إن إحنا نأهل من هم في سن الزواج. لا، أنا عايز ما فيش حد يحصل على رخصة آسف قسيمة زواج، المأذون ما يكتبلوش الكتاب إلا لما يكون اجتاز الدورة دي. ده شيء رائع، لان للاسف الشديد احنا دلوقتي بنختار بمعايير سطحيه جدا بعيدا عن الشخصيه وحقيقتها. حد مثلا ممكن يبص للجمال، حد يبص للعربيه او ده بالظبط مناسب قادر يجيب العفش مثلا بشكل ما او التفاصيل معينه. نروح على المبادره قدمت في هذا الجانب النفسي ان احنا بنعمل ايفنتات واستشارات نفسيه واسريه. احنا هنتوقف مع النقطه دي، هتوقف معاكي استاذ وليد عند النقطه دي، مهمه جدا لان ايضا ليها وجه اخر هنتكلم فيه. بس خلينا نروح نشوف آراء الناس حول العلاقات الأسرية، ليه أصبحت العلاقات الأسرية فيها ضعف، في تباعد ما بين الأزواج. خلينا نشوف رأي الناس ونرجع نكمل معك وطعم البيوت. We'll be right back.
شايف ان ضعف العلاقات الاجتماعيه بين القرايب او الاصحاب او الازواج هي ممكن تكون السوشيال ميديا او الميديا نفسها. تمام، لما حد بيسمع خبر المفروض ان هو يتحرى الدقه ويروح يسال طبعا الطرف الثاني الاول، وبعد كده يتاكد من المعلومه، ما ياخدش المعلومه خلاص هي معلومه خلاص خدها مره واحده وبيروح ياخد قراره من نفسه. لازم يرجع الطرف الثاني ويتفاهم معاه ويبداوا يحلوا النقاش مع بعض، بعد كده يبدا ياخد قراره. يعني شايف ان القرارات المتسرعه هي اسباب كتير تمام في فشل العلاقات بين كل الناس. الفيس والواتس وكل التواصل ديت هي اللي ضيعت العلاقات اللي بين الاهل والناس. خل ما بقاش يعني كل واحد بيستسهل بالتليفون بيتصل، لكن لا هي دي ضيعت الدنيا وضيعت الاسر. في حاجات كتير بصراحه، رتم الحياه السريع جدا جدا اللي واخدنا كلنا. يعني انا واحده من الناس انا مش فاضيه فعلا حتى ازور اقرب الناس ليا، اختي واخواتي وقرايبي، علشان شغلي وعشان اولادي وعشان حياتي وعلشان كل المسؤوليات بقت حتى على انا شايفاها على كاهل المراه برضو بالذات، اللي هي المفروض ان هي اللي بتقوم بالعمليات دي وبتقوم بالزيارات وكذا وكذا، فكل المسؤوليات على كاهلها، بتعمل كل حاجه، ما عندهاش وقت حتى لنفسها. اساس ضعف العلاقات الاجتماعيه، يعني انا رايي الشخصي اول حاجه البعد عن الدين، تاني حاجه التربيه الاساس، الاب والام، زي ازرع في قلوب اولادي ان هم ايه يزوروا بعضيهم. محدش عايل هم حاجه كده، حتى الاسر تفككت، الواحد مش عايل هم حتى بيته، كل واحد في حاله حتى في بيته، انا في حالي وابني في حالي ومراتي في حالها، طب ده كلام؟ فين الحياة الاجتماعية؟ سبب ضعف العلاقات طبعا بصي هو الانترنت، هو له ميزات وله عيوب. بياخد الوقت بشكل مش طبيعي، فتقعدي بقى متكاسلة، تلاقي موضوعات بتشدك على التواصل الاجتماعي، بيبعدك بعد كامل عن أهل بيتك حتى. لسه مكملين مع حضراتكم طعم البيوت ومع ضيوفي، يعني يمكن سمعنا رأي الشارع. كلها ظواهر نقدر نقول انها جديدة على المجتمع المصري، يمكن هي دي كانت سبب من اسباب انه في تباعد ما بين الأسرة المصرية. يمكن كان اخر كلامنا مع استاذ وليد انه بيحاولوا ان هم دايما يقدموا استشارات نفسية للأسرة، وكمان يكون في للأطفال اللي هم طبعا كانوا نتاج لانفصال، بيحاولوا يقدموا لهم دهورات نفسية، أو حتى فكرة إن هم يكونوا دايما حريصين على وجود ورش تأهيلية للمقبلين على الزواج. مظبوط، هرجع وأقول الجزئية بتاعت إنه كلنا نفسنا إنه نقدم دورات لكل من هو مقبل على الزواج، وإنه كله يتم تأهيله بشكل صحيح. وكثير من الحلقات عندنا أصرينا إن إحنا نفرض ده على قد ما نقدر، ولكن مفيش حاجة إلزامية، لأنه دايما بنصطدم بأن المجتمع المصري أو طبقات معينة منه نقدر نقول أغلبه بترفض أنه يخشوا يتكلموا مع أخصائي نفسي بشكل مجتمعي، رفض تام. فكرة أن هم يرهنوا الجوازة زي ما بيقولوا، أو ممكن تفشكل لي الجوازة، لا بلاش نقعد مع أخصائي نفسي. هل في عزوف عن هذه المبادرات؟ في عزوف على الموضوع النفسي ده. في بعض الناس بتعتقد ان انا لما اقعد مع اخصائي نفسي انا عندي مشكله ولا عندي جنون او حاجه، المعتقد سيء وسلبي. هي ثقافه مجتمع للاسف الشديد، مش كل المجتمع، جزء كبير منه او شريحه كبيره منه. عايز اقول ان من مظاهر تحضر الامم على فكره الطبيب والاخصائي النفسي. يعني عايز اقول لك السياسيين في العالم بقى ليهم مستشارين نفسيين، اكبر الانديه في العالم برشلونه ريال مدريد المنتخبات الكبيره ليهم مؤهل نفسي، في اخصائي نفسي مع ميسي مع كريستيانو رونالدو. الناس دي تتقدم. كل ما بتعلى بالمستوى الثقافي طبعا. اكيد بيبقى فيه تقدم طبعا. الرياضه والرياضه ممارسه الرياضه والاتجاه لاخصائي نفسي من مظاهر التقدم الام حقيقي، واحنا لو عملنا ده. وعموما المجتمعات دايما بترفض فكره التحديث. يعني مثلا كنا بنتكلم ان في مأذون الكتروني، يعني ايه مأذون الكتروني؟ والناس قبلت الموضوع لا، نقول ان كل الانسان بيخاف من التغير دائما، بيخاف من التغيير. التغيير عنده شيء مجهول، فبيبقى عنده نوع من انواع الخوف منه.
بس فاحنا بنقدم فكره ان احنا بنأهل، يعني في بعض الناس بتجينا في سن الخطوبه، طب ايه رايكم انا عايز اقعد مع اخصائي نفسي، فتسالوا احنا متوافقين، احنا مش عارفين ايه الافضل لحياتنا، ايه الافضل في بداياتنا. بنعمل ايفنتات ايضا وجلسات للاطفال اللي تعرضوا للعنف والايذاء البدني والنفسي، طبعا دول كتير جدا جدا لان لسه ثقافه العنف للاسف موجوده، فبنحاول عندنا لجان مصالحه، يعني في بعض الاسر اللي كانت وصلت للمحكمه وفعلا قضايا يعني موجوده في المحاكم وربنا سبحانه وتعالى بفضله قدر يقدرنا وان احنا نصلح. طب انتوا بتوصلوا للناس ولا هم اللي بيدوروا عليكم؟ لا هم اللي بيدوروا علينا. طب ده رائع جدا، يعني اذا مبادره معا لانقاذ الاسره المصريه ليها مقر وبتقدم الخدمات مجانيه. مجانيه لخدمه المجتمع المدني، استشارات قانونيه، استشارات نفسيه واسريه، ايضا معانا بعض العلماء الازهر الشريف اللي مخول لهم حق الفتوى اللي هم بيقولوا استشارات شرعية في حالات. يبقى اسمح لي خلينا نعدد دلوقتي الخدمات اللي المبادرة بتاعتكم بتقدمها. أول حاجة استشارات نفسية وقانونية. وقانونية وإيه تاني؟ وشرعية. وشرعية تمام. وبيكون في تأهيل للأطفال اللي تعرضوا للأذى البدني. أي طفل يعني أسرته أو مامته أو والده أو أي حد في طفل تعرض للعنف إحنا بنقوم بمساعدة هذا الطفل مجانا. يعني إذن إحنا بنقدم هذه الدعوة لكل من يعاني من سواء عنف أسري أو أطفال معنفين أو في بداية خلاف. في ناس استشارين بيقدموا لنا خدمات كثيرة جدا من خلال خدمة المجتمع المدني، يعني بدون أي مقابل، بس في سبيل الحفاظ على الأسرة المصرية. حتى حضرتك لما بيكون الطرفين مثلا، يعني في بعض الحالات اللي جات لنا من أسوان من الأقصر، حتى لما ما بنكونش قادرين على السفر ليهم احنا ربنا بيقدرنا، بنحاول نواصل ونتواصل تليفونيا وكذا وكذا لغايه ما ربنا بيقدرنا وبنقدر نوصل لملتقى الطرق. بنحاول طول الوقت ان يكون في امل. عايز اقول لك يعني في قضيه قريب جدا كان القاضي هيحجز القضيه للحكم وهيحصل طلاق فعلا ما بين الطرفين، وربنا من علينا وقدرنا نشيل اسباب الخلاف ما بينهم ورجعوا بفضل الله عز وجل. فده يعني احنا بندعو كل منظمات المجتمع المدني وكل اللي حابين فعلا ان هم يصلحوا حال الاسره المصريه، لان انا دايما بقول في اي مكان ان قطبي التنميه والحضاره في مصر هو أسرة مستقرة وتعليم حضاري متقدم. من عملنا الاثنين دول مصر إن شاء الله لن يستطيع أحد إيقافها. يا رب. أستاذة أمل، يعني إحنا محتاجين نقدم نصايح بما أنك لمسة الواقع من خلال اختلاطك بحالات كثيرة جدا من خلال المجلس القومي للمرأة أو حتى للأمومة والطفولة. إحنا محتاجين نتعرف أكتر على نقاط نقدر بها نصلح حال الأسرة المصرية زي ما بنقول. بصي، هو ابرز المشاكل اللي بتواجه المراه او الاسره المصريه عموما هي مشكله النفقه. انا بشوف انها اكتر قضايا الطلاق بتبقى بسببها. ليه الراجل المصري ما يقدمش يعني الانفاق على اولاده وزوجته بدون محاكم؟ بجد والله، يعني هم عملوا تطوير. يعني الرئيس، خلينا نقول هنا انه سياده الرئيس اصدر قرار رئاسي بانه النفقه في حاله عدم دفعها يتم تعديل القانون. تم تعديل القانون، فهو احنا لسه كنت هتكلم مع حضرتك في النقطه دي، ان تم تعديل القانون الممتنع عن النفقه لمده 3 شهور، يا اما غرامه يا اما حبس. لو اتكررت مره ثانيه بيبقى في حبس ومنع من اي دعم حكومي او خدمات حكوميه بتقدم له. ودي حاجه يعني مهمه جدا، شايفه انها هتاثر في الفتره الجايه بشكل ايجابي كويس جدا على الاطفال والاسر المصريه، لان النفقه كان موضوع مهم جدا. تاني حاجه كنت عايزه اتكلم معاكي فيها، ان في تعديلات لقانون الاحوال الشخصيه في الفتره الاخيره، ويعني في قوانين طلعت كده والناس خافت وقالت لا ده فيها مواد يعني مش في صالح المراه المصريه، والرئيس طمنهم يعني قال انا مش هوقع على اي قانون لا ينصف المراه المصريه. طبعا هو دائم الدعم، هو الرئيس اكيد دائم الدعم. وخلينا للمراه المصريه نذكر اللي يعني التشديد نقدر نقول او التوجيه اللي وجهه لفضيله الامام الاكبر باهميه انه في حال الطلاق يجب ان يكون في محكمه، بلاش الطلاق الشفوي، نخش في هذه المواترات وهدم البيوت في وقت عصبيه. فاكيد ده طبعا اهتمام كبير جدا بيوليه السيد الرئيس. طوال الوقت الرئيس من تولي يعني الرئاسه هو بيضع المراه في وضعها الحقيقي، يعني هو بيقدر المراه المصريه وعارف اهميتها وبيديها دورها، يعني مديها حقها. واحنا بنحاول طول الوقت، احنا بنشكره دايما يعني على دعمه الدائم للمراه. المجلس القومي بيقوم بمبادرات مهمه جدا، المجلس القومي للمراه بيقوم بمبادرات مهمه جدا لصالح المراه المصريه ولدعم المراه المصريه ان الاسره ما تتفككش. يعني دايما تلاقي في برضو توعيه حتى للازواج في وقت مبكر، يعني في اول زواجهم، ان هم بيتقدموا ليهم دورات تدريبيه بحيث ان هم يفهموا يعني ايه مسؤوليه ويعني ايه الانفاق على الاسره وغيرها من الامور.
طيب خليني في عجاله استاذ وليد، في عجاله لو في مقترحات على قوانين الاحوال الشخصيه يا ريت نقولها في عجاله باختصار. تمام طيب. انا عايز اقول ان تغليظ العقوبه للممتنع عن سداد النفقه ده تطور تاريخي في قانون الاحوال أكيد. الشخصيه لان احنا كنا ممكن نلاقي حد يجيب مثلا تلفزيون بالقسط ما سددش ياخد 3 سنين حبس، لكن الاب اللي ما ينفقش على اولاده عادي ياخد شهر حبس وبتاع وما يعرفش حد ينفذ عليه لان بتبقى احكام اسره وغير مهتم بيها في ادارات التنفيذ. احنا بنقول ان اكبر مشكله بتبقى مشكله النفقه، اقترحنا ان يكون في حد ادنى للنفقه. يعني ايه حد ادنى؟ احنا بنقول ان حد ادنى 1500 جنيه. حد هيقول لي ازاي وممكن تصطدم ان في اب فقير او دخله قليل؟ بنقول ان احنا بنقترح انشاء صندوق اسمه صندوق الاسره. هذا الصندوق يتم تمويله بعيدا عن خزينه الدوله بطابع دمغه او رسم يفرض على قضايا الاحوال الشخصيه. حد بيبني المصنع بمليون جنيه هناخد منه طابع اسره، هننفق بيه على اولادنا ازاي؟ القاضي حكم ب 600 جنيه الصندوق يسد الفارق وهنموله تمويل محترم لان احنا عندنا قضايا احوال شخصيه واسره كثيره جدا. بنقول كمان مشكله الرؤيه، يعني ايه النهارده اب بينفق على اولاده وبيشوف اولاده 3 ساعات في مركز شباب؟ هذا غير منصف للابن الاول، للطفل الاول، لان الطفل بيتحرم من وجود ابوه مع ان الطفل ده ممكن يعمل يقعد مع عمه وخاله وانكل واي حد في الدنيا، لكن ابوه محظور عليه. ان هو بنقول الاب اللي هو بينفق طوعيه على ابنه، الاب حسن السير والسلوك الغير محكوم عليه في قضيه جنائيه بحكم نهائي بائد زي قضايا الارهاب، القضايا المخدرات، القضايا اللي هي بتمس الشرف. ان 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 في حاله اختطاف الصغير يكون في عقوبه قاسيه، سنه حبس وغرامه 50,000 جنيه عشان ما حدش يخطف الصغير. ان الصغير دوت اللي هو هنسمح له ان هو يبات مع والده يوم يكون ممنوع من السفر اوتوماتيك، يعني يخش على قوام عشان ما حدش برضه يهربه بره وتبقى الامهات مطمئنه. ان ايضا اذا كان المكان غير امن على الصغير لا يسمح بيه. بنقول ان احنا نغير لان في ادميه ومحتاجين انسانيه. كمان بنقول طب نفرض اب ما انطبقتش عليه هذه الشروط، بنقول ان نظام الرؤيه الحالي يتعدل. ازاي؟ الرؤيه 3 ساعات في مراكز شباب، مش هقول يعني الفاظ كبيره، هقول غير معد. بنطالب وبنناشد قواتنا المسلحه العظيمه الباسله ان هي تخصص جزء من الاماكن بتاعت الانديه بتاعتها والشرطه المصريه للرؤيه. ليه؟ مؤمنه، كاميرات، مفيش حد يقدر يفتح بقه، مفيش التهريج اللي بيحصل. اعتقد تغيير الرؤيه للاستضافه هيبقى افضل كمان جدا. يعني احنا من خلال، خلينا نقول بس ان احنا دورنا كاعلام بنقدم مقترحات كثيره من طبعا خلال حضراتكم ملامسين للواقع. يعني ارجو ان تكون الحلقه دي يعني تتاخد بعين الاعتبار طبعاً. وهذه المقترحات تتاخد بعين الاعتبار ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، اسعدتني جدا. استاذه امل شكرا جزيلا كمان، اسعدتينا. يعني استاذ وليد حضرتك كصاحب لمبادره ومؤسس مبادره معا لانقاذ الاسره المصريه بنشكرك على هذه المقترحات وارجو انها ان شاء الله تتاخد بعين الاعتبار. بنتمنى تقدم الرقي لمصر في كل الملفات باذن الله، ونحن نثق في قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. شكرا جزيلا كاتبه الصحفيه المستشاره الاعلاميه للمبادره الاستاذه امل مجدي مصطفى، نورتينا وبشكرك شكرا جزيلا. أنا بشكر حضرتك وأتمنى أن يخرج قانون الأحوال الشخصية بشكل يليق بمصر وبالأسرة المصرية وفي صالح الطفل يعني في المرحلة الأولى عشان هو الأساس للتقدم في المجتمع إن شاء الله. شكرا، سعيدة بوجودكم معايا، ودي كانت حلقتنا للنهاردة من طعم البيوت. استنونا بكرة فريق أعمال جديد.